جيت تريس ولا جيت تريس خدموا مع الغرفة تاع الفيلا باش تطوروا هذا المنتوج التقليدي وخاصة دخلوا المدخول المرأة الريفية وعلى بالك 15 اللي جاي عندنا عيد المرأة الريفية ان شاء الله في ولاية شلف انا راه عندي عيد الريفية باش ان شاء الله هما يجيو من عندنا الحميدية فوالا حميدية مع الشيخ مرحبا ان شاء الله يديروا شكون اللي يجيكم؟ لا جاينا هذا مستثمر في الحسن فوالا رايح يستثمر ان شاء الله في اللوز باش ان شاء الله كل الاسر الجزائرية تبدا تاكل الكاكاو تاع اللوز ما كاش اللي ياكل الكاكاو والله راه كاينه الوفره تاعهم. اي كاينه الوفره بكثره، والاسره نبلغكم ان الاسره الشرفيه والله سيدي الوزير وكما يقول لك كلامي كله ان شاء الله يوصل الى الصميم انها ولايه الشرف راهي من احسن الولايات في التدعيم الريفي. هذه شهاده لله او المعرض كامل اربع ايام ما كاش اللي ما جاش وما كلاش منها. كلها اكلات صحيه رانا نتعبوا من المعنسه تاعنا راك تشوف هنايا انواع الكسكس هذا انواع الكسكس هذا تاع القمح المنتوج المحلي فوالا اللي هو منتوج صحي فوالا ورانا والله سيد الوزير بفضل الطب تاعنا راهم يجوا يدوا عندنا دي بوش وي سي مليح للصحه يعني ما شاء الله الله يبارك فيك غادي يسمون هذا مي خطو النساء هذا كيفاش راكم تسوقوه رانا نسوقوه ما شاء الله يعني ما شاء الله وخاصه هذا المعرض عندنا لك كونفي دي كوموند لي كوموند تاعنا انت تاعنا اللي كتلو عندنا وحنا السلام عليكم مرحبا بك السلام صباح وراكم لابيبينيرا رويبا احنا شركة شتلات متواجدين هنا في رويبا شركة في إطار الشراكة مع فلاح داكور شراكة عندنا عامل متأسسنا شحال عندكم طاقة تاع الإنتاج تاعكم شحال تخدموا طاقة تاع الإنتاج عندنا شحال شجرة تخدموا مليون شجرة في مليون عندنا عام عندنا دي جاي عندنا 400 عندكم الطالب الله يبارك كاين طالب بربي ان شاء الله شويه ناقصين بصح رانا نخدموا بربي ان شاء الله باش السنه ان شاء الله يتزايد الطالب تاعكم واش دور وحدكم في اطار البرنامج الوطني للتشجير رانا موجودين مع وي دوك ننطلقوا 25 اكتوبر تكون الانطلاقه وطنيه بمناسبه عيد الشجره ان شاء الله وسوف تدوم حتى لسبتمبر حتى لمارس ان شاء الله الغراسه وتزيد تعاود تولي ان شاء الله دونك الطالب راح يتكثر دونك واش دور وحدكم باش تدخلوا في تنخرطوا في هذا العمل شوفوا مع المحافظين الغابات على مستوى الولايه تاعكم فهمت شوفوا باش تنخرطوا في هذا الحمله هذه خدموا برك اون كورديناسيون واش راكم ديروا الاشجار تاع الحمضيات دونك سي لاربو C'est très important la certification des variétés. Faut vérifier, adapter la forme Donc, تصديق على الشجيرة هذه أمر مهم جدا. وهذا ما يخلي الفلاح في إطار يعني الاستثمار تاعه يكون استثمار يعني عنده نجاعة اقتصادية وانتم حتى الأشجار هذه يكون عندها طلب في إطار البرنامج هذا شكرا